قال هذه خذها حصري. عزيزي لويس، شنو كانت الأغنية اللي المفروض هي نازلة باسمه؟ قطر يا عسل. أوكي. ما اسمح لي عزيز أصرح وأقول وأفضحك شوية. قلت له عزيز شو رأيك بالأغنية؟ قال لي عيسى أنا ما أدري، مو جو كذي أغاني وما أقدر أغني كذي أغاني. بعدين اقتنع، بعدين اختلفنا بالموزع وكذي. قلت له عزيز ما تبي راح أخذها كيفك. سبحان الله خذيتها نزلتها. كان يقول لي، أذكر كنت رايح أنا مكان قاعد أشتري أثاث، كان يقول لي أنت شلون قاعد يشوك لونك ونجحت. قلت له مو هذه الاغنيه كانت لك بس انت ما خذيتها. ليه الحين تحسف؟ ليش عزيز؟ يعني معنا عزوز مدمر بالنسبه لي، فنان متكامل كملحن وراقي وناجح باعماله المختلفه. ما نختلف اكيد، بس مرات يتخوف انه ما بي اكسر الصوره النمطيه الناس خذتها. ما يبي يسوي يعني ابجريد حق نفسه بال مثلا يروح مكان ثاني. بس سبحان الله يا قلت لك توافي صارت من نصيبي ونجحت معي. يمكن لو عزيز منجح منزلها مو ناجحه، بس الناس تتقبل منك يمكن شيء او لون معين. شكرا. ما تقبل من فنانين ثانيين. شكرا.